أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لحماية مصالح الشعوب العربية من تداعيات المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار العسومي إلى أننا نواجه أوضاعا اقتصادية استثنائية صعبة. جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها في افتتاح أعمال منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي نظمه البرلمان العربي بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء والشخصيات والمنظمات الإقليمية والدولية. وشدد العسومي على ضرورة تضافر الجهود وتفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي من خلال السياسات والإجراءات المفعلة على أرض الواقع، موضحا أن الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية للدول العالم كافة شهدت العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا التي ألقت بتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية. تكون لدينا مبادرة عربية للدفع بتكتل عربي اقتصادي مهم ينافس أو يكون في مستوى متوازي مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. فالوضع العالمي وضع متغير ووضع خطر، يجب على الجميع أن يكون مستعد له وأن يعمل على أن يتجاوز هذه المرحلة الخطرة على المستوى العالمي، فالتغير كبير. لذلك حرصنا كبرلمان عربي أن تكون لدينا المبادرة في الدفع في هذا الاتجاه، إيمانا منا بأهمية وجود تكتل اقتصادي عربي يقوم بدوره في حماية الشعب العربي من كثير من التغيرات، على رأسه تأمين أمن غذائي عربي.